بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة 19 في سلسلة الأسوة الحسنة. موضوعها في هذا اليوم الستر. الستر، الستر تغطية الشيء. الستر على المسلم إن وقع في معصية شريطة ألا يعلنها ويجهر بها، إخفاء العيب، عدم إظهاره. فمن كان معروفا بالاستقامة وحدث منه الوقوع في المعصية نصح وستر عليه. إيه الفرق بين الغفران والستر؟ المغفرة والستر. المغفرة تقتضي ترك العقوبة، بل تقتضي الثواب، لكن الستر يقتضي إخفاء الأمر، وليس بالضرورة أن يقتضي رفع العقوبة. فإن الله جل وعلا قد يستر في الدنيا على بعض الكفرة وعلى بعض الفسقة حتى يوفوه بذنوبهم فيحاسبهم عليها يوم يلقونه. الترغيب في الستر في كتاب الله عز وجل، يقول الله جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي يختارون ظهور الكلام عليهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول مجاهد في قوله تعالى: ولا تجسسوا، خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله عز وجل. خذوا ما ظهر الله لكم ودعوا ما ستر الله، ولا تجسسوا ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه فاحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من سرائره. أيضا يقول الله جل جلاله حديثا عن الكفار والذين ظلموا أنفسهم يوم القيامة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما معنى هذه الآية؟ أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة، وما ظننتم أن أعضاءكم وجوارحكم تشهد عليكم بها فما استترتم منها. كنت تستتر من الناس، لكن فاتك أيها الذكي أن أعضاءك وجوارحك شهود عليك يوم القيامة. نعم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة
ولا أن ما تخفي عليه يغيب. في السنة المطهرة النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا بلغه الشيء السيء عن أحد من الناس لا يقف ويشير إليه باسمه وشخصه، إنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. هذا هو المشهور من طريقة إنكاره صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث أبي برزة الأسلمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. في قصة ماعز الأسلمي عندما جاء مقرا على نفسه بالزنا وسأله أن يقيم عليه الحد ليطهره، فأمر النبي برجمه لكن لم يسأله مع من زنيت. أيضا المرأة الغامدية شهدت على نفسها بالفحشة لم يسألها زنيت مع من، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قصة ماعز في إحدى رواياتها أن الذي شهد عليه بالزنا واحد اسمه هزال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك، يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. أقوال السلف في هذا مستفيضة. وقبل أن نتجاوز هذه القصة إلى أقوال السلف الصالح، عندما ارتكب ماعز الفاحشة لحظة من لحظات الضعف البشري مر في طريقه على عمر فقال إلى أين يا ماعز؟ قال إلى رسول الله ليطهرني ويقيم علي كتاب الله. قال يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير، إن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. ونفس المقولة قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن مشكات النبوة تنبثق هذه المعاني الجميلة، لأن صاحب الرسالة قال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. شرحبيل ابن الصمت أحد قادة عمر على أحد جيوشه يعني قال لجنوده إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهر. نعم، فأتاه ناس أقروا على أنفسهم، فبلغ ذلك عمر فكتب لي أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. أنكر عليه هذا، أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم الله به. من القصص أن رجلا أتى عمر بن الخطاب قال إن ابنة لي أصابت حدا زنت فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرئت، ثم إنها تنسكت
وأقبلت على القرآن وعلى التعبد، وهي الآن تخطب إلي. يا خاطب، أفأخبر من شأنها بالذي كان؟ هل أقص على الخاطب ما كان من شأنها؟ قال له عمر: تعمد إلى ستر الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ألمت بذنب في لحظة من اللحظات، من الله عليها بالتوبة وتنسكت وقرأت القرآن فمحت التوبة ما كان، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ابن مسعود يقول: ثلاثة أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت لبررت. عملنا كده كتلة وحدها، والرابعة لو حلفت لبررت. اترون ما هي الرابعة؟ لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا سترت عليه، إلا ستر عليه في الآخرة. إبراهيم ابن أتم قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجز. قاله: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل، وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله متخلفين مقصرين، وإلى الأهواء مائلين. كان سفيان بن عيينة يقول: لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد، ما جالسنا أحد، يعني لو تكاشفتم ما تدافنتم. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. كان الفضيل بن عياض يقول: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. الله بن المبارك كان يقول: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. ابن رجب الحنبلي له كلمة جميلة، روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس عيوبهم، ففضح أمرهم وانتشر. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فسترت عيوبهم. لا شك أن الستر ينشر المحبة والألفة بين المؤمنين، يعين العاصي على أن يتدارك نفسه وأن يتوب. فإن فتح الناس يجرئ كثيرا من عوام الناس على المعاصي. إن برامج التوك شو اللي هي شائعة في هذا البلد، دورها إشاعة الفاحشة في المجتمعات، وهك حاجب الحياء، وتجريء الناس على الفحش وعلى الفجور، وتحويل الفحش إلى قضية رأي عام، دردشة كلها بتتكلم فيها على الملأ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الستر من المناقب الجميلة التي لا ينبغي أن يذهل عنها العقلاء من الناس. لكن متى ينبغي الستر؟
على من ليسوا معروفين بالأذى والفساد، الذين يستترون بذنوبهم ويستخفون بمعاصيهم، فإن من أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر وأن يذم. هذا معنى قول السلف: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. من صور الستر أن يستر المرء على نفسه، وقد سبق الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ستر المسلم على إخوانه المسلمين، فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر الميت: من غسل ميتا ورأى منه ما يكرهه فليستر عليه. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. كيف تكتسب هذه الصفة الجميلة؟ أن تعلم فضل الستر وما ورد فيه من نصوص، أن تستشعر معنى أخوة الإيمان التي تقتضي أن تسبغ سترك على أخيك، أن تضع نفسك مكان أخيك الذي أخطأ وزل. هل تحب أن تفضح أم تستر؟ لو كنت أنت في جلبابي، أنت في نعلي، في ثوبي مكانه، هل كنت تحب أن تفضح أم أن تستر؟ أن تنشغل بإصلاح نفسك، لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، مقامك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أعين. وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل: يا عين للناس أعين. الناس لها عيون شايفة برضو. وصاحب بمعروف وجانب من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أسأل الله جل وعلا أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.